الإسلام عامل المرأة معاملة كأنها شريكة للرب. شقائق الرجال، عارفين شقائق يعني إيه؟ يعني ورقة اتقسمت نصين، نفس هي هي. الأصل في الأمر في المساواة ما بين الرجل والمرأة، ربنا سبحانه وتعالى سوى بينهم في الثواب وفي العقاب وفي المعاملات والتكاليف اللي بتاع، إلا بعض التكاليف اللي خاصة بالرجال. سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله سبحانه وتعالى ضمن للمرأة والإسلام ضمن للمرأة حقوق. بصوا عددوا معي، عددوا معي الحقوق بقى كده واكتبوا وراها ورقة وقلم. أول حاجة حق المرأة في الحياة، كانت بتدفن وتوقد حية تحت التراب، جه الإسلام عمل قال دي جريمة، وإذا الموءودة سئل بأي ذنب، بأي ذنب قتلت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتل البنات من أعظم الذنوب وحرم ذلك. سيدنا عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي ذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقها. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ما ينفعش أن احنا كده. فجه الإسلام كرم حرم الوقت. عمل تاني حاجة حق المرأة كأم. الأم في الشريعة مكان عالية جدا، مكان عالية جدا. الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليها، ومقرون الأمر ده بالتوحيد: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال أبوك. إلزم قدمها فسمى الجنة الأم، فسمى هو ده. فلما يبقى ربنا مكرم كأم وكزوجة، ده أنا هقول دلوقتي كلام تحفة جدا، لكن تيجي تنسيبي الامر وتقولي لا انا ضد الدين انا ضد الاسلام، اصل عايزنا عبيد وعايزنا جواري، وخلينا بقى في الكلام والدعاوي اللي هنفندها دلوقتي. تالت حق، حق التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعليم المرأة. سيدنا عمر بن الخطاب جعل لحفصه حق التعليم، وبقت تتعلم السيده حفصه الصحف وتكتب بيها. الحديث: من على جاريتين، الاعلى ايه؟ اكل وشرب. بس الاكل وشرب حق في الحياه، وحق انها تفهم. ده الرجل مطالب الزوج لما يطلع لخطبة تيجي المرأة ماذا تعلمت اليوم؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويأسف ولم لو يعلمها زوجها، لو جوزها جه ما قالهاش ايه اللي حصل في خطبة الجمعة، ولا النبي قال ايه، ولا تعليم، لا حق انها تطلع حتى بدون اذن. وده رأي من العلماء، تطلع تتعلم العلم لعينها على امر الدنيا ودنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من على جرفها انا وهو كهتين وضم باصبعين انا وهو في الجنة. المرأة مخاطبة بتكاليف الشرعية زيها زي الرجل، مسؤولة عن صلاتها عن صيامها، وده المساواة في التكاليف اهي، قراءة القرآن وغيره من الأمور الدينها كلها ربنا جعلهم سواء. إيه إنها تقوم أصلا بشرائع الدين، ده معايز العلم، والعلم دوت منافي للجهل. النبي صلى الله عليه وسلم حس وحرص على تعليم المرأة، ودعا لنشر العلم بين النساء. أكتر امرأة روت حديث عن عائشة، يا دخلة صغيرة حافظة كل حاجة، ولما يختلفوا في امر فقهي ياتوا للسيده عائشه. درجه سيدنا عبد عمر قال امر فقهي في غسل المراه لتفك الجدائل، قالت الا يامرهن بقص رؤوسهن، يعني يفك الجدائل ايه اللي عندها، وكان جدائلهم بقى زي دلوقتي يعني شعرهم ما شاء الله كان طويل. ما يختلف في امر يرجعوا للسيده عائشه. رابع حق، حق المراه في العدل، حقوق البنات العدل. العدل اصل اقره الاسلام، العدل في الاولاد، ما تعملش ولد دون ولد. وعندنا حديث النعمان بن بشير لما جاء أعطى عطية لابنه دون الآخر، راح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشهدوا عليها، قالت أنا عطتني ابن العطية دي يتشهد عليها. فالرسول عليه السلام قال له أنت عطيت سائر ولدك؟ اديت سائر ولدك كده؟ قال له لا. قال له لا أشهد ما تشهدنا، تشهدنا على جور. حق المرأة المالي، الإسلام عمل كده، وده خامس حق ليها، حق المرأة، حقوق المالية للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ذمة مالية مستقلة عنها خاصة بيها، شأنها زي الرجل بالظبط. حق ليها، اداها حق التملك، حق زي مادة للرجل، حق البيع، حق الشراء. أبرز الحقوق المالية للمرأة حقها في الصداقة،